أخوات الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نعلمكم قبل ما تسقوا الخبر من جهة أخرى، أنا والفريق ديالنا اللي دزنا للبلدية قررت أننا ما غنشاركوش في هاد الانتخابات. يعني أنا غنسحب من الترشيح للرئاسة. الأسباب وهو ما استطعناش نجمعوا الأغلبية، جمعناها وعاود مشات، عاود جمعناها، وآخر آخر حدث البارح وهو عاوتاني شي وحدين مرضين، الله أعلم شنو هما الأسباب. كل واش تيقول أطراف أخرى تيقولوا حوايج وهادشي كله مبغيتش ندخل فيه. المهم فضلوا أنهم يمشيوا للجهة الأخرى، فأنا إن شاء الله ما نترشحش الرئاسة. واللي مهم في هادشي كامل، لأن الرئاسة الصراحة ماشي مهمة، واحد العقل كان ديما تيقول لي عندك ترشح، لان لا الحاله ديال الناس اللي غيكونوا في البلديه ولا حتى اسمو كل شيء، ما راك شفتو ما داش داكشي، ماشي المهم، ماشي داكشي كنا تنتظروا. دونك ربما خير، وبحال اللي قلت لكم راه صليت الاستخاره وصليتها بزاف المرات، وقلت اذا كان هذا الشيء مزيان ليا ولديني والناس القنيطريين الله يسهل لي فيه، الا كان ما مزيانش الله لا يسهل فيه، الله يعكسه. وربما هادشي اللي طرا ما خصناش ندمو، بالعكس، لان درتو اجمل حمله انتخابيه اللي كانوا القنيطريين يتمناوها، نظيفه، ما فرقنا فلوس، ما ضغطنا على الناس، ما درنا حتى حاجه، كانت مزيانه. كلكم كنتم ما شاء الله مزيانين، عندكم الدرايه وعندكم القدره باش تجلسوا في المجلس وباش تخدموا مزيان لصالح السكان القنيطره، ولكن هادشي ما كتبش، ما تيهمش. اون توكا نبقاو اصدقاء، نبقاو صحاب. انا ان شاء الله غنحاول نتلاقى معكم في اقرب وقت ونتذكروا ونهضروا ربما على المستقبل، باش ان شاء الله نبقاو بحال اللي قلت لكم ديما ان شاء الله خوت. وتنهنيكم مره اخرى وتنشكركم لان تمحنتوا بزاف، ومعمرني ما ننسى هاد الوقفه اللي وقفتوا دائمه منذ النهار تعرفنا، وداك الاخلاص الفكره ديال فوزي يكون رئيس ديال مجلس البلدي. تنشكركم وتنزيد نشكركم، واللي بغى الله هو هذا، ولعله خير ان شاء الله. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هي في الحقيقه عسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى هو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شكرا للاخوان، السلامه.